شونك حتما نسبة دقال موضوع محمولا دبينيك جدابي نا قنزيا دا ازاي معقولة دا هم محمول اشبيا هم نسبة اشبيا دا اي لفزيا كدا با دا قنزيا رابط اشبيا ومحمول اشبيا بدو اعتبار اما دا معانيان دا نا كما في قام زيدون يا قمتو يا قمنا قمك مسند وباطيك وقمك مسند وباطيك وكتب إلى وأما زيد قام أدي زيد قام وقام في خبر به أو فداخل في قوله أو جزءه شنك الله ميلك كذا قام إذا أو رابطه لأن قام مرتبط بنفسه بالمستتر فيه شنك دقام أبو زيد قام إذا قام بخوي بالزاد مرتبطة بفاعلك خوي بخوي بفاعلك مرتبطة بزيدي باسطة ضميرك لقواب زيد قام داخل دا أو جزءه دا شنك قام يكد زيد قام دا ارتباط بفاعلك خوي بنفسه لأن قام مرتبط بنفسه بالمستتر فيه أو كفي مجموع خوي مستترك والمجموع مرتبط بواسطة المستتر بزيد بخوش بفاعلك بواسطة مستتركة ارتباطي عما زيدي وهي وخص عليه زيد القائم اسم فاعل شروعي أي شروعي قال كما في زيد يا أنت قائم أبوك تنك كافي أبوك رابطة أنا قائم أبي يا أبي رابطة نحن قائم أبونا ناك رابطة وانا هم وانا قائم أبوه الخبر مجرد قائم عند عصام الدين كما في زيد قائم أبوه خبرك مجرد قائم لكن عصام الدين أصرح به في حواشي الفوائد الليائية في بحث الكلام وأما الفاعل فليس داخلا فيه حتى خذ أبوكش خبرني زيد قائم أبوه أو فيما خذ قائمني بتاني خبر أبو زيدي فاعل قائمني كأبوهك أيش جزئي خبرني سزايا اللمير يكال دعيبيا فاعل داخلني فلا عن اللمير المضاف إليه زيادة اللمير مضاف إليه والله مسألة وأنا اختلافة وهل اختلاف شيء زبانية بحسب ظاهر أو إعراب وبإعراب خبري خذ قائمون يا دل زيد مثلا قائم الخبرية أما بحسب معنى خو قيام إزيدين يا قيام الأب إزيد يا جواب أو معنى ده معنى ده محمول قيام الأب لا قيام كتي أو خارج عنه يعني أمر خارج شتيش خارجي دبيا قال هو جسم اختي خارج دبيا وكد زيد هو جسم ندا أو مبني على رأي من زوز خلو الاسم من الإعرابي لسر مستبئ كصانا في أنواع اسم هبي وبعرابي تدان بخقا هو اسمه أجل نمبتدا بأن خبر به مقتضي إعرابية ثانية جواب لازم دي اسمك خارب للإعراب أو تيجي تدتواني بالإعرابية كدير دا اسمك خارج لموضوع محمولان وإلا أقبل يدرزني خارب اسم للإعراب فيتجه أن ضمير الفصل اسم عند المصنف أو يعتراض دي أخباب ضمير الفصل اسمه هو أيجنا قنجة خالبة لإعراب فيكون مبتدأ دبيا وما بعده خبره دبيا أو أختي هو جسم هو مبتدأ وجسم خبريتي أو جملة يش خبري زي دنيا أو أختي فيكون الرابطة هنا جزء المحمولي وبل أو قسم يدك بها كرابطك جزء محمولي وبل أو قسم يدك بها يا أختي أجا خارج بها وكو أدوات نفيا مصنف ما خالف غيره
حيث جعل الرابطة في نحو ما زيد أو ليس زيد هو القائمة مجرد ما وليس دون مجموعة ما هو وليس هو. دير داش مصنفي ما رابطك أو مخالفي خلفي كدوتون كجرابة رابط دما زيد دا ما زيد هو القائم يا ليس زيد هو القائمة أو رابطك كدوتا مجرد ما يليسي أذي ما هو وليس هو إن كردوتيا دون مجموع ما هو وليس هو أو وقت فلزم كون أجزاء السالبة زا أقواش اللي بكا للا شدي اعتراض ديت السريع دبي أجزاء قلائي السالبين المتأخيران ببنى بينز يشان ليس كيا حالي بريمن أخب أخي دلا فإن لازم كون أجزاء السالبة أجزاء السالبين بركو موجبش إلى خمسة عند المتأخرين ببنى بينز لكن متأخرين كان أو شعر كاني في شد زاني هو موضوع محمول نسبة بينه ونسبة تامة خبرية أدي بين زمينة كشيء هيا والخامس العدم المضاف إلى الوقوع بين زمينة أو عدمية كمضاف بوقوع يا دلالة عدم وقوع يا وجود الوقوع دستالي بيدا والوجود المضاف إليه في الموجبة بإزاء العدم ده موجبه ده بي عدم يكبه كإضافه بوقوع ده كي او جزء بين زمينه ده موجبه ده وجود يكا كإضافه بوقوع ده كي ده لي وجود الوقوع هيا ده بي ده عدم الوقوع هيا اما واربعة عند المتقدمين متقدمين شنك بين بين زيادنا كان ده بي أزايك لكنا من ببنى سوار اما قال السيد قدس سره ان ليس هو بحسب التركيب الامتزاجي دال على رفع النسبة الإيجابية وبحسب وضع المجموع على وضع النسبة السلبية سيد شريف كتويتي ليس هو تواوكي لو زنبيو التركيبة امتزازية دايا ليس ذك وويتي غير كلاوة دلالة لسلاسون نسبة إيجابي دكا دلالة نسبة إيجابي نية أقوابو بحسب ترشيب امتزاجية كي دو دلالتي أنا بحسب ترشيب امتزاجية كي دلالة لسد لا بردني نسبة إيجابية كي دكا أما بحسب وضع مجموعية كي دلالة لسد عين نسبة سلبي دكا على وضع النسبة السلبية يعني بكردي أو ليس هو دو دلالتي أنا دلالة شي لسد رفعها يا دلالة شي لسد وضعها بحسب ترشيب امتزاجي كي دلالة لصرف اي نسبة ايجابي لك بحسب وضع مجموعي دلالة لسر وضع نسبة سلبية كي لك والمجموع رابط لأحد الطرفين بالآخر بمجموع كي لك ترابط هرب تاقي تانية ليسينا كاتيا خمس تاني فيما هل أداتك بتانية كلي او دلالة هربو كان دكاتيا انتهى وخص عليه الكلام في الشرطيات. قال ومثل الأخير كابل الله أخو قامش دلالة ذكاء لسر زماني مالي بو دواج دار رابطك قامي بو بين عالن رابطي زماني بو هرب كان يدالان خوكو كان دلالة لسر زماني مالي ذكاء قامش هلوها اوش دلالة لا يجب التسمية عند وجهها لهرزي يقول سهات زيت تسمية واجبني والله يسمك قامش دلالة لسر زماني مالي هي دبة تسمية بكلية برابط زماني ولازمني ولذا خص التسمية بالأخير ولم يجعلها لنحو قام من الأفعال التامة بويا التسمية كهربا كان دبة هذه أو تسمية بوقامين كلا وكيشك الأفعال التامة قال أدواته الأولى التعبير بالألفاظ أدوات بحرفان دلان دزال حق وابو بالله وفي الشرطيات الألفاظ الدالة على الاتصال تعبير بألفاظ يذابا وليا لا يتوهم خروج إذا ومتى وكلما توهم يوين سؤوان خارج من سكوم اسما وكون نحو متى داخلة باعتبار تضمن معنى ك
كأنه كابرا دلاء توما تالا لا يشبهي دلاء السور للا يشبهي دلاء الرابط أخما تا السوري مجيبي كلية دلبوني متاي كداخلة دلابيت دا باعتبار طلمني باعتبار طلمني معنى هاشي زيدي أوينية كسور باعتبار معنى طلمني جيدي كان إصدار فعل باعتبار معنى طلمني شو مستقلة كدال لسر حدثكي باعتبار معنى طلمني شيدي كنسبتكي غير مستقلة باعوش باعتبار معنى رابيد بيا باعتبار طلمني شيدي كان سور بيا سور يعني أداتي إجاب سلوان قال فالقضية أي الملفوزة قلية ملفوزة مطلقة حملية بها شرطية بها مجيبة أو سالبة بها إلا أن السالبة مطلقة كالمجيبة المنفصلة لا تكون إلا ثلاثية سالبة عامة لوي متصلة بها منفصلة بها موجبة منفصلة أو أنا ثنائيا نيا حتى ثلاثية هردبا وأما المجيبة شمك أداتك يعني بجدا هردبها بها اليوم وأما الموجبة المتصلة فقد تكون ثنائية موجبة متصلة وهي هر موضوع محمول يا مقدم تعليد به أما في اللغة العربية كقولك أبرئيني أنت طالق وجد كيد الله أزاد بك أتطالقي إذا أبرئيني أنت طالق يشان مقدمة يشان تالية هز أداتي لكي تدعني على ما قاله بعض الفقهاء ده لغة فارسان ده فك قولهم تبروي من ميروام أو من ميروام تبروي أو مقدم تالينا هيتش أداتي شديك أن دقلني رابطي اتصالي دقلني اتصالي يشان بيشانه من الله الرحمن أعلم أن الموضوع إما ذكري وإما حقيقي تبزانا مفتدا يا زكري دبيا يا حقيقي دبيا كذلك كل إنسان حيوان دو موضوع هنا موضوع زكري هيا موضوع حقيقي هيا موضوع زكري شي هيا وهو ما يفهم من لفظ الموضوع أويا لخدي مفتدا كي استفادة ذكرية ذا كيف خويتي مفتدا كلي بيا جزئي بيا أكتد زيد قائم موضوع زكري كزيدة كل إنسان حيوان موضوع ذكريك مفهوم إنساني كحيوان ناطقة أو كل لفظ استفادة ذكرية في دل عنوان الموضوع ووصف الموضوع ده كلية ده يعني أجا كلية بيا بموضوع ذكريك دل عنوان الموضوع في دل وصف الموضوع إيش جاء أجا كلية بدر كلية أفرادها والأفراد المندرجة تحته تسمى ذات الموضوع بخدي ما يستفاد من لفظ الموضوع دلن عنوان الموضوع ووصف الموضوع بأفراد الشيش كدبر ودان بوانج دلن ذات الموضوع ذاكتي موضوع دو قسمي هي يا ذكرية يا حقيقية حقيقي الشهية وهو ما يقصد بالحكم عليه أصالة موضوع حقيقي أو مقصود مقصود بحكم وسروي أصالة يعني ده كلامك دا تشكسيك مقصود بويك خبرك وثابتك أو بويد الله الموضوع حقيقي ذاك قبل الله الذكري وحقيقي تفاوت عن دبيا أوجد الله أري الله فربما يختلفان في القضية جاري وهي موضوع ذكري وموضوع حقيقي ليك جداد ابنوا تشويدا فيما قصد الحكم على ذات الموضوع وكان الإنسان مرآة لملاحظته دوز يقايدا اختلافي عن دبيا كمقصود بالذات حكمك بوصر أفراد كان بيا وصر ذات الموضوع بيا وعنوانك آلتك بيا بو أويك أتو أو ذات الموضوع عني بيا وبيني يستطيع ذلك كل إنسان أو بعضه حيوان خو مقصود أوني حيوانيتك بو مفهوم إنساني ثابتة خو مفهوم إنساني حيوانية يا مقصود أوني عيني بعلوني حيوانوني بوهايا أوي مقصودي بالحكمة زيد وعمر بكر
ما صدقك كزيد وعمر بكر أوان حيوانا دزاء الآن دير دا مقصودي بالحكم ذات المولوع كان ما يستفاد من لوز المولوع شتيكا دزاء ودير دا مولوع ذكريكا ومولوع حقيقيكا ليك جدانا بزيد وعمر بكر دلن مولوع حقيقي با كل إنسان وبذل الإنسان نيش دلن مولوع شي ذكري بان دلن حقيقي بيش دلن ذكري أما وربما يتحدان فيما عداه وهي موضوع ذكري وحقيقي هل يكدبن ده غير أو زيقايي داك قصد الحكم على ذات الموضوع بها أدي تشبه مما كان الموضوع جزئيا حقيقيا خذي مبتدايك موضوع ذكريك جزئي شي حقيقي بها والله زيد القائم قيامك هر بو زيدي ثابت موضوع ذكريك هر ذاتي زيدا موضوع حقيقيك هر ذاتي زيدا يا كليك بها أتو مقصود إثبات حكم كشبه كلية كيف يا بلاي الإنسان كلي قصد كلية كبه مفهوم إنسان ثابتة ملاحظ دفنوين اتحاد عند بيت دا ما عدا أو جغايا كمبتدايا كجزئي حقيقي بيا يا كلية بيا كقصد الحكم عليه بيا نحو زيد عالم كمثال